ما تيجي اقول لك على فكرة تبدأ بيها قناة على اليوتيوب وتحقق ملايين المشاهدات والاف من السبسكرايب. يلا بينا نبدأ الفيديو عشان ما اطولش عليك. في البداية كده حابب ان انت تضغط معايا لايك وتشترك في القناة عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة اللي هننزلها ان شاء الله. فكرة النهاردة هي فكرة بسيطة هتتعب فيها في الاول عشان تبدأ ان انت تحقق الكثير من المشاهدات، وصدقني هتلاقي مشاهدات كتير جدا ومشتركين كتير جدا اول ما تعمل استراتيجيه اللي هتتبعها معانا وتنفذ الفكره دي من الالف للياء زي ما بقول. الفكره البسيطه ان انت هتعمل قناه للترندات. قبل ما تقفل الفيديو كده عايزك تركز معايا عشان هقولك على الخلاصه اللي تخلي قناتك تطير كده في محركات البحث، وهوريك بالاثبات على قناتي الشخصيه الترندات بتجيب مشاهدات عامله ازاي وبتجيب ربح كمان. دي كده قناتي عشان تكون معايا وتتاكد ان الكلام اللي هقولك ده هو الخلاصه، وهوريك الفيديوهات الترند عندي بتجيب كام مشاهده. تعالوا ننزل مع بعض كده نجيب الفيديوهات مع بعض، وهنجيب شائع زي ما انتم شايفين ده كان ترند، تعليق على سيده جزائريه قبلت قدم زوجها على الهواء جاب 185,000 مشاهد. ايام البحث لو تفتكروا ايام كورونا لما عملوا بحث عن الابتدائي تعمل بحث في المدرسه جبت 83,000 مشاهد. لما وزير التربيه والتعليم الجديد ده اللي كان من شهرين اللي كان مكان طارق شوقي عملت عنه حاجه برضو جبت 44,000 مشاهد. الاعفاء جبت 33. الطاعون الدبلي ده كانت حاجه برضو جبت 27. عمره للمصريين ب 4400 جنيه دي كانت من اسبوعين جبت 25,000 مشاهده زي ما انت شايف. دي كلها ترندات اهو، وعايز ااكد لك ان هي بتجيب معايا ارباح لو دخلنا على الاحصائيات. المفروض الحاجات دي ما اعرضهاش لان هي حاجات بتكون خاصه بيا، ولكن عشان تتاكد معايا قبل ما تكمل الفيديو حوالي 15 دولار. يلا بينا نكمل الفيديو واقول لك على تريكات مهمه لو عملتها قناتك هتكون ناجحه في الترندات. في البدايه كده لازم ان انت تتابع جوجل ترند. يعني تتابع جوجل ترند يعني تفتح جوجل ترند، وهعمل لكم تطبيق عامل في اخر الفيديو، عشان كده بقول لك لازم تكمل معايا الفيديو للاخر عشان اقول لك كل التفاصيل الزتونه زي ما بقول. تفتح جوجل ترند وتجيب مصر وتبدا ان انت تشوف الناس بتتكلم عن ايه. يعني مثلا على سبيل المثال دلوقتي وانا بسجل الفيديو الترند دلوقتي هو ماتش ليفربول وليدز بتاع محمد صلاح. انت لو ليك في الكوره هتبدا ان انت تعمل تحليل للفيديو ده او للماتش، لو انت سمعت الماتش وبتفهم في الكوره كويس تعمل تحليل بسيط تقول فيه الاهداف مين اللي جابها وجابها ازاي وايه التبديلات اللي حصلت وايه رايك في الخطه اللي نزل بيها مثلا فريق ليفربول، وكان ممكن ينزل ايه. في ناس بتحب التحليل اللي بيكون الناس بتعمله على يوتيوب، فانت لو انت ليك في الحته دي فهتساعدك. ده انا بقول لك على سبيل المثال ممكن تلاقي مثلا في عن مرتضى منصور، ممكن تلاقي مثلا من فتره كان في حسام حبيب وشيرين. لو انت ليك في الحوارات دي وتفهم اكتر عن الموضوع وتبدا ان انت تعمل فيديو هتلاقي ناس كتير بتتابعك وناس كتير بتعمل لك لايك وناس كتير بتعمل لك سبسكرايب، وهتلاقي الفيديو بتاعك بدا ان هو يطير في محركات البحث لان الناس بتبحث فعلا عن الموضوع ده. حاجه اسمها هوت سيرش على جوجل، ما تستغربش من الاسم، انا هجيب لك كل ده بشكل عملي عشان تبدا ان انت تطبقه. هوت سيرش ده يعني بتجيب لك في الوقت الفعلي الناس بتبحث عن ايه، فانت كده معاك جوجل ترند بيجيب لك الناس بتبحث عن ايه ومعدل البحث كمان قد ايه، ومعاك جوجل هوت سيرش اللي هو بتاع مصر اللي هو بيجيب لك الوان كتير وبيقول لك الناس بتبحث عن ايه في الوقت الفعلي. فدول طريقتين مهمين جدا تعرف من خلالهم الترند النهارده بيتكلم عن ايه. طيب انا عرفت الترند بيتكلم عن ايه، خطوات بقى ان انا استغل الترند ده ازاي وان انا اهيئ الفيديو بتاعي ازاي عشان يبدا ان هو ينافس ويجيب مشاهدات كتير جدا. اول حاجه ان انت تختار عنوان جذاب جدا للفيديو، يعني مثلا شاهدوا معايا تحليل مباراه ليفربول وليدز ومين اللي جاب الاهداف ورايي في الاهداف. في ناس بتحب كده عنوان جذاب. اهم حاجه الوصف، الوصف لازم يكون فيه تفاصيل كتير جدا عن الماتش عشان يبدا اليوتيوب يقترحه لناس بتبحث عن كلمات مفتاحيه ليها علاقه بالماتش. بالنسبه للتاجز نفس الموضوع، بالنسبه للصوره المصغره ودي عليها عامل كبير جدا ان لازم تكون الصوره المصغره جذابه، حاول ان انت تخلي الكلام فيها كبير وبشكل واضح عشان الناس تبدا ان هي تنكر عليها فبالتالي تزيد من السي تي ار عليها فتزيد من عدد المشاهدات. بعد كده تنزل الفيديو بقى على خير، روج للفيديو، انشره بقى عندك على الفيسبوك، خش في جروبات ليفربول مثلا او الجروبات المهتمه
مهتمه بمجال الفيديو اللي انت نزلته، وابدا ان انت شيره على جروب التليجرام، على الواتساب، على الفيسبوك، على اي حاجه تلاقيها قدامك ابدا ان انت شيره، عشان يدخل عدد كبير من بلاتفورم ومنصات مختلفه، فيوتيوب يفهم ان الفيديو ده مهم جدا وعليه اقبال، فيبدا ان هو يظهره للناس اكتر. في حاجتين مهمين جدا تلعب عليها في الترند: العنوان، تعرف الناس بتبحث عن الموضوع ده ازاي، وانا هوري لك في اخر الفيديو. تاني حاجة ان انت تدخل في الفيديوهات المقترحة. يعني ايه تدخل في الفيديوهات المقترحة؟ هقول لك على التركاية الصايعة جدا دلوقتي، يلا بينا. التركاية دي ببساطة ان انت هتدخل على الفيديوهات اللي بتتكلم عن نفس موضوع الترند، وتاخد العنوان بتاعها وتحطه في التاجز. صدقني لو الفيديوهات دي طارت، فيديو بتاعك هيظهر في المقترحات. وانا بقول لك اهو، الفيديو بتاعك لو ظهر في المقترحات ينهار مشاهدات، هتلاقي قناتك دي بتتفرتك، مش هتلاحق. دي تعمل مثلا ريفرش كده، تمسك موبايلك وتعمل ريفرش، هتلاقي كميه مشاهدات فظيعه انت مش هتتخيلها، حرفيا مش هتتخيلها من كترها. بقى هتلاقي مشاهدات كتير قوي ومشتركين كمان. طيب هل انا ممكن لو ما لقيتش ترند موضوع انا مش عارف اتكلم فيه، هل ممكن اعمل حاجه تانية؟ ممكن ان انت مثلا تجيب فيديو مشهور قوي سواء على تيك توك او على يوتيوب، وتبدا ان انت تعمل فيه حاجه من الثلاث حاجات: تنتقد الفيديو ده، تحلله، او تتحكم فيه. يعني مثلا لو مش عاجبك تقول ان انت مش عاجبك ليه، وتربطه بعنوان الفيديو الاساسي اللي هو بيجيب عدد مشاهدات كتير. اي حد بقى يبحث على الفيديو ده هتلاقي الفيديو بتاعك ظاهر، فالناس هتدخل عليه. يعني مثلا كان في حته حلوه قوي في اعلان اتصالات بتاع محمد رمضان قبل كده، ان الناس اللي هو اللي كان فيه اسد قدامه مش عارف ايه وكده، قناه عملت فكرة بسيطة جدا، جابت نفس الديكور مثلا وبدل الأسد اللي قدامه جابوا كلب. الفيديو ده اتنشر مع الفيديو الأساسي بتاع إعلان محمد رمضان بتاع اتصالات، وجاب أكتر من 1.5 مليون مشاهد، بس طبعا انحذف عشان كان في حجوم ملكية. هقول لك عن النقطة دي: لو أنت هتجيب فيديو وتنتقده، حاول ان انت ما تدخلش اي ميوزك عليها حقوق ملكيه. يعني ما تجيبش الميوزك الاعلان نفسه وتحطه على الفيديو اللي انت عملته، هتتاخد حقوق. اه هيجيب مشاهدات كتير جدا، بس هتتاخد حقوق. فانت عاملها ولكن من غير ما تحط الميوزك الاساسيه اللي كان عليها الفيديو الاساسي. تعالوا بينا ننتقل دلوقتي على الكمبيوتر عشان اوريكم ازاي نجيب الناس بتبحث عن ايه في الوقت ده. هتفتح صفحه جوجل عاديه خالص وتجيب جوجل ترند مصر، هتدخل عليها زي ما انت شايف كده. هيبدا يقول لك دي عمليات البحث دلوقتي بس دي في المملكه العربيه السعوديه، انت حاول تكون تجيبها مصر، حاول تتاكد ان هي مصر. هيبدا يجيب لك هو زي ما انا كنت بكلمكم ان الترند دلوقتي ليفربول ضد ليدز، و 500,000 عمليه بحث، وكان في ليستر سيتي ضد مان سيتي 200,000 عمليه بحث، تمام، وهكذا. كانت النهارده يوم مليان ماتشات، فكانت الترندات كلها على الماتشات، وكان في سعر الذهب اليوم السبت اهو، وكان في زمالك، غزل المحله، الهالوين، مي عز الدين، مش عارف ايه. تاخد بقى الحاجات دي وتخش، يعني تضغط عليها كده وتخش على مثلا ليدز يونايتد زي ما انت شايف كده. هيبدا ان هو يفتح لك يقول لك مثلا ان هو اهو كان بيجيب كاب النهارده، او وصل لاكتر من 100 عمليه بحث الساعه 10 مساء. يعني كان عزه، يعني لو كنت بدات تعمل عنه مثلا من الساعه 7 كانت الساعة 10 هتجيب معاك مشاهدات كتير جدا، ان النهاردة اصلا الناس مهتمة بايه او ليه ترندات النهاردة. طب لو انا عايز اجيب الهوت سيرش اللي هو الوقت الفعلي الناس بتبحث عن ايه، هنكتب هوت اتجاهات جوجل عمليات البحث الساخنة. بص بقى بيبدأ يجيب لك البتاع الصفرة دي او الالوان دي، دي الوقت الفعلي زي ما احنا كنا شفنا هناك في الترند لو تفتكروا. هتلاقي في ناس دلوقتي بتبحث عن ليفربول ضد ليدز اهي، هتلاقي ناس بتبحث عن غزل المحله، مي عز الدين، ناس عماله تبحث عن نابولي، سعر الذهب اليوم السبت اهو لو تفتكروا، مروان بابلو، مسلسل ايجار قديم. فدي كده عمليات البحث الساخنه، يعني اللي الناس بتبحث عليها دلوقتي. يعني لو ضغطت على اي واحده هتدخلك على فكره على الحاجه بتاعتها. يعني مثلا خلونا نضغط مع بعض كده على الهالوين اهو، ان هو الهالوين يوم 31 اكتوبر ده الترند بتاعه. ممكن تتكلم عن ما هي قصه عيد الهالوين، هل الهالوين عيد الشيطان، ما حكم الهالوين، متى ينزل الهالوين، كل دي افكار اهي. ممكن تنزل تحت كمان الهالوين في الاسلام ايه حكمه، متى ينتهي، قصه عيد الهالوين ايه،
هل في هالوين في مصر؟ كيف بدأ الهالوين؟ كل دي افكار ايه ممكن تاخدها وتقدر ان انت تعمل عليها فيديوهات عشان تبدأ تجيب يوم 31 اكتوبر. اتمنى لو الفيديو افادكم تعملوا لايك وتكتبوا لي ان انتم من الابطال وكملتوا الفيديو لحد هنا عشان اشكركم بالاسم، وشكرا ليكم، مع السلامة.